أعلنت الاستخبارات الإيرانية عن تنفيذها أول عملية عسكرية داخل الأراضي اليمنية وتحرير دبلوماسي مختطف منذ العام 2013. وقالت في بيان صحفي إن قوة أمنية قامت بتحرير الدبلوماسي نور أحمد نكبخت دون أي وساطات، موضحة أنها كانت قد تسلمت ملف الدبلوماسي المختطف قبل شهرين وقامت بالمبادرة لتحريره. أعلن الاتحاد الأوروبي تأييده لمقترح الرئيس عبد ربه منصور هادي لنقل محادثات المصالحة التي تجري بوساطة الأمم المتحدة إلى السعودية، داعيا جميع الأطراف اليمنية لدعم جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي في اقتراحه. وقال الاتحاد إنه لا يفكر في نقل موقع بعثته من صنعاء، مضيفا أن كل بلد له تمثيل دبلوماسي في اليمن يمكن أن يتخذ قراراته الخاصة بتحديد موقعه. أعلنت فلسطين افتتاح قنصليتها في مدينة عدن التي يتخذها الرئيس عبد ربه منصور هادي مقرا له بعد مغادرته العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. وأبلغ وفد فلسطيني الرئيس هادي بقرار فتح القنصلية الفلسطينية المغلقة منذ 22 عاما بعدن. شن حزب الإصلاح هجوماً عنيفاً على جماعة الحوثي ووصفها بالإعصابة الإنقلابية والمتعطشة للسلطة ولصوص الثورات. الحزب وفي موقعه على الإنترنت قال على ميليشيات الحوثي عدم اختبار صبر الحزب بسبب ما تقوم به من انتهاكات، مؤكداً أن الإرهاب والابتزاز وخطف ناشطيه واستباحة المقرات والممتلكات والتعاطي معهم بنوع من الرعونة والحمق حتى إلصاقهم تزلفاً للخارج لن يفت في عضد الإصلاح ولن يثنيه أبداً عن الاستمرار في أداء رسالته ودوره الوطني الذي نذر نفسه لأجله. وعد التهديد بحل الأحزاب السياسية عملاً أرعناً ينمو عن عقلية جوفاء تعيش في عصور ما قبل الدولة والديمقراطية والتعددية السياسية لم تستوعب بعد معاني الشراكة والتعايش والتداول السلمي للسلطة. باركت السلطة المحلية بتعز مخرجات الاجتماع المشترك الذي عقدته المكونات السياسية أمس الأربعاء وضم جميع فروع الأحزاب وممثلين عن جماعة أنصار الله الحوثيين، وتم فيه تجديد الاتفاق على تجنيب المحافظة كل أشكال العنف والفوضى والصراع والتأكيد على الالتزام بالنظام والقانون. وأشاد مصدر مسؤول بقيادة السلطة المحلية بالمحافظة بالموقف الوطني المسؤول لقيادات فروع الأحزاب السياسية وممثلي أنصار الله، والذي قال إنه يعكس مستوى النضوج السياسي والحرص المشترك على تبني مجمل المبادرات الداعمة والمساندة لجهود السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار بالمحافظة وتعزيز التعايش والسلم المجتمعي. وجه الرئيس عبد ربه منصور هادي الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني بممارسة مهامها في مدينة عدن. وجاء توجيه الرئيس بعد ساعات من إعلان أمانة الحوار تعرض مقرها لعملية اقتحام من قبل الحوثيين وإعلانها إيقاف كل أنشطتها في مقرها بالعاصمة صنعاء مع استمرارها في أداء مهامها وأنشطتها في بقية المحافظات حتى يتم انسحاب المسلحين وتمكينها من دورها في ظل أجواء وفاق سياسي يتعامل فيه جميع اليمنيين كشركاء لما فيه مصلحة البلاد. أعلنت السلطات الأمنية في محافظة عدن عن خطة شاملة لتأمين مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية ومساكنها وموظفيها بالتنسيق مع اللجان الشعبية. ويأتي الإعلان عن الخطة تزامناً مع إعادة عدد من السفارات خاصة الخليجية ممارسة أنشطتها من عدن بعد إغلاق مقرها في صنعاء بسبب سيطرة الحوثيين. شهدت محافظة دمار تظاهرة حاشدة ومهرجاناً كرنفالياً وفنياً رافضاً للانقلاب الحوثي وتأييداً للرئيس هادي. التظاهرة التي هتفت ضد العنف والإرهاب نددت أيضاً بالانقلاب على مؤسسات الدولة وبالانتهاكات التي تطال الناشطين الحقوقيين،
مؤكدين أن أي قرارات ناتجة عن حوارات بن عمر مع القوى السياسية غير ملزمة ما لم تنطلق من وثيقة مخرجات الحوار الوطني وعودة الأوضاع إلى ما قبل 21 من سبتمبر. نحن فئة الفنانين بمحافظة ضمار خرجنا ضمن الفئات الأخرى من أجل تحقيق الأمن في المحافظة وفي جميع المحافظات وضد الإنقلاب ورفض الميليشيات الإنقلابية. ماذا يريد الحوثي من اليمنيين؟ قتل أبناء الجيش، احتل المعسكرات، الآن يعلق المجرمين الذي قتلوا أبناء الجيش في عواصم المحافظات باسم شهداء وهم مجرمون. دانت منظمات حقوقية اختطاف الحوثيين لأربعة نشطاء سياسيين، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ولحقوق الإنسان الأساسية ولمبادئ العدالة وللقوانين اليمنية النافذة. وحملت المنظمات النيابة العامة مسؤوليتها تجاه الاختطاف للناشطين في حزب الإصلاح مطالبة بالإفراج الفوري عنهم، كما حملت الحوثيين مسؤولية سلامتهم ووصفت تقييد حريتهم بالمخالفة للقانون، مطالبة الجماعة بالكف عن إقحام المؤسسات والأجهزة الأمنية في الصراع السياسي وتجييرها لصالحها. طالب طلاب وأساتذة جامعة الإيمان بسرعة إخلاء الجامعة من مسلحي الحوثي وإعادة جميع المنهوبات التي قدرت بمليارين ومئتي مليون ريال. وأكدوا خلال وقفة أمام وزارة التعليم العالي على ضرورة قيام الوزارة بواجبها في متابعة الجهات المختصة بإخلاء الجامعة من الميليشيات، مشيرين إلى أن ما يقارب 400 أسرة تم تشريدها بالإضافة إلى توقف الدراسة عن أكثر من 5000 طالب وطالبة. نظم العشرات من الصحفيين بمقر نقابة الصحفيين اليمنيين وقفة تضامنية مع صحيفة أخبار اليوم المحتلة من قبل جماعة الحوثي. المحتجون طالبوا بسرعة استرداد منهوبات الصحيفة وإخلاء الميليشيات من الصحيفة وعدم العبث بها وبأصولها، مجددين رفضهم لسياسة تكتيم الأفواه التي تمارسها جماعة الحوثي. نظمت عشرات الناشطات الحقوقيات وقفة تضامنية أمام جامعة صنعاء للتنديد باختطاف فرنسية ومترجمتها اليمنية قبل أيام من قبل مسلحين مجهولين والمطالبة بالإفراج عنهما. وطالبت المحتجات الجهات المعنية وجماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة بالتحرك والكشف عن الجناة وإعادتهما إلى أهلهما وضمان سلامتهما. جدد الرئيس عبد ربه منصور هادي تأكيده أن اليمن بحاجة إلى الاستمرار في حل مشاكله بالمنطق والعقل بعيداً عن الصراعات، لكون اليمنيين لجأوا إلى الحوار باعتباره الوسيلة المثلى لإخراج البلد إلى بر الأمان. ودعا خلال لقائه بعدن عدداً من قيادات السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية بردفان محافظة لحج، دعا الجميع إلى تغليب مصلحة الوطن والمواطن على المصالح الضيقة. من جانبهم عبر المشاركون في اللقاء عن تمسكهم بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي ورفضهم لانقلاب الحوثيين على الشرعية ومخرجات الحوار الوطني. أكد وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل موقف بلاده على دعوة الرئيس هادي لنقل الحوار إلى الرياض. وقال سعود في مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره الأمريكي جون كيري إن وزراء الخليج رفضوا الانقلاب في اليمن وأن هناك اتفاق دولي للرفض المطلق للانقلاب على الشرعية وسيطرة ميليشيات الحوثي على الحكم في صنعاء. من جانبه دعا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الحوثيين إلى الالتزام بالمبادرة الخليجية وتطبيق قرارات مجلس الأمن. توفي بمحافظة الحديدة 4 من مرضى الفشل الكلوي بعد أن رفض الأطباء والعاملين في مركز الغسيل الكلوي إجراء الغسلات المقررة للمرضى بسبب إضرابهم عن العمل. وينفذ الأطباء والموظفون والمتعاقدون في المركز إضرابا عن العمل للمطالبة بصرف مستحقاتهم. وناشد المرضى قيادة السلطة المحلية بسرعة حل مشاكل الأطباء والموظفين.
أصيب 3 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بمحافظة تعز. وقال مراسل يمن شباب إن العبوة زرعت في أحد براميل القمامة في شارع العواضي وأسفرت عن سقوط جرحى من المواطنين. وفي محافظة حضرموت أصيب جنديان في انفجار لغم أرضي أعقبه اشتباكات مع مسلحين في مدينة المكلا. ناقشت اللجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك بمحافظتي تعز وإب الأحداث التي تمر بها البلاد، وأكدت اللجنة في اجتماعها العمل على توثيق العلاقات على كافة الاتجاهات الشعبية والرسمية لتوسيع التحالفات الوطنية لإنقاذ البلد من الكارثة التي حلت بالوطن في ظل الشرعية الدستورية ومخرجات الحوار الوطني. نفذ العشرات من المواطنين وقفة احتجاجية أمام مبنى المجمع الحكومي بمحافظة الضالع للمطالبة بمحاكمة متهم بمقتل الرائد مثنى الحيقي. وطالب المحتجون الجهات المختصة بسرعة محاكمة المتهم والذي أقدم على ارتكاب جريمة القتل أثناء إجراء التحقيقات معه في شرطة الفاخر بمديرية قعطبة الأسبوع الماضي. المنتخب الوطني لشباب تنس الميدان يخسر من نظيره السوري بنتيجة 3 لقاءات مقابل لا شيء في افتتاح منافسات بطولة كأس ديفيز العالمية بمدينة كوتشينغ الماليزية. تشيلسي المتصدر يتخطى عقبة مضيفه ويستهام يونايتد بفوزه بهدف وحيد ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. برشلونة يتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم إثر فوزه على نظيره فياريال ب3 أهداف لهدف واحد ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من المسابقة. حامل اللقب بايرن ميونخ يتأهل للدور ربع النهائي من كأس ألمانيا لكرة القدم بفوزه على إنتراخت بهدفين نظيفين من دور 16 للبطولة. باريس سان جيرمان يخطو نحو استعادة لقب كأس فرنسا لكرة القدم بتغلبه على ضيفه موناكو بهدفين دون رد في دور 8 من البطولة ويتأهل بجدارة للمربع الذهبي.